أرواح طيبة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة لم يقم في مكة إلا بمقدار ما يقيم الجيش، وجعل على مكة عتبة بن أسيد، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد حنين إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه. على هنا يا أخي اختلف العلماء أيهم أفضل، مكة أم المدينة؟ فجماهير العلماء من السلف والخلف على أن مكة أفضل، لأن مكة فيها الكعبة، والله لم يأمرنا بحج بيت إلا بيته الكعبة. وذهب مالك رحمه الله وبعض المالكية، وهو الذي يترجح عندي والعلم عند الله، على أن المدينة أفضل لأسباب من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم عن مدينته قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا كان موضع الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بموضع الروضة وهو أكبر من الصوت. ولا يحمل قول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة إلا على أنها قطعة من الجنة، هذا واحد. ثم الدليل الآخر وهو أظهر من الأول، لأن الأول قد يمكن الدخول عليه كما حرره ابن عبد البر، لكن الثاني العجب، كل العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يموت في المدينة، اختار أن يموت في المدينة، فحرصه صلى الله عليه وسلم على أن يموت بها ويدفن فيها لعله قرينة ظاهرة لمن قال إن المدينة أفضل من مكة. لكن لا يعني ذلك أننا نجزم، وبعض العلماء يعني يأتي بلطائف لما قيل له أيهما أفضل مكة أو المدينة قال: عينان في رأس. لكن يأتي سؤال آخر: أيهما العين؟ اليمين. لكن الذي يعنينا أن كلاهما حرمان، جمهور العلماء سلفا وخلفا ولهم أدلة قوية لا تقبل النقض على أن مكة أفضل، وقلنا بعض العلماء يرى أن المدينة أفضل، وهو إلى الآن يترجح عندنا والعلم عند الله. هذه المدينة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت في منامها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأت أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر وأخبرته فلم يجبها تأدبا. ثم إنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين، ودفن في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فجاء الصديق لابنته وقال: يا عائشة، هذا أول أقمارك. ثم بعد ذلك توفي الصديق ودفن في حجرة عائشة، ثم ولي الفاروق ثم توفي عمر رضي الله عنه، ودفن في حجرة عائشة، فضمت حجرة عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم لمن وصل المدينة لعموم قول لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، والناس تشد الرحال بإذن شرعي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه ركعتين، فإذا وصلوا المسجد جاز تبعا ما لا يجوز استقلاله، فيأتون إلى قبره ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما. هذه المدينة كذلك شهدت أحداثا عظاما، شهدت أمورا هي تاريخ السيرة العطرة كلها فيها. وفيها جبل قال صلى الله عليه وسلم عنه: أحد جبل يحبنا ونحبه. سيأتي الحديث عنه عند حديثنا عن الجودي، أحد أعلام القرآن من الجبال المذكورة في القرآن. الذي يعنينا هنا هذا أيها المبارك ما يمكن أن يقال حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جعلها الله جل وعلا مهاجرا ومثوا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعلم أن المؤمنين ولله الحمد في شتى أقطار الأرض تحن قلوبهم وتشتاق أفئدتهم لمدينة سكنها ومات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معذورون. ونختم بما بدأنا به من قوال حسان بطيبة: رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفى الرسوم وتهمد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها علما من أعلام القرآن، والله المستعان.
والحمد لله رب العالمين. الأعلام في القرآن رحيق الطهر والإيمان، عبير يملأ الدنيا يعطر صفحة الأزمان. كتاب الله خلدهم بذكر الفضل والإحسان، سيبقى ذكرهم أبدا على درب الهدى برهان. تجلت حكمة التنزيل كي يتدبر الإنسان مع الأعلام في القرآن.